السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو طريقة عمل جنب سريع جدا في غرفة أطفال، فراشات وخلفية بورد البلون أبيض. تعالوا نشوف التنفيذ إزاي بالخطوات سريعا ونبدأ بسم الله. أول حاجة يا جماعة، أنا عشان أعمل الفراشات كلها أو مجموعة من الفراشات بشكل واحد وبحجم واحد لازم أعمل اسطمبة ليها، وعشان اعمل اسطمبة بعمل كفاية قوي ان انا اعمل نص الاسطمبة، يعني اعمل نص الفراشة بس على قطعة كرتون، ارسم نص فراشة وبحددها بالتباشير وايه واعكس الورقة قطعة كرتون عادية، اي قطعة كرتون عندك، وابدأ ان انا اعكسها واحدد بالتباشير او بالرصاص لو الجنب فاتح، تمام، تحديد عادي خالص، وبعدين التحديد ده هنبقى نملاه بالالوان. انا عملت 3 احجام من احجام الفراشات، كبير ووسط وصغير، وبعد كده بعد ما نخلص الفراشات تحديد بنبدا نجيب اللون الابيض، لون ابيض بلاستيك نص لامع، وببدا في تحديد الفراشات زي ما حضراتكم شايفين. على فكرة القلم اللي في ودني انا رسمت بيه الفراشة علشان اقصها ونسيته، خلاص على كده نسيته في ودني كده خلاص. الدهان اللون الابيض بحاول ان انا لو اللون مش هيستر معايا من وش واحد بحاول ادي وش تاني. طب ايه اللي يخليني ما اديش وش تاني زي ما انا ما بعمل كده؟ الفرشة، كل ما كانت الفرشة الشعر بتاعها ناعم هقدر ادي حمل لون بطريقة سهلة وتغطي معايا تغطية كويسة. خلصت بجيب المسدس باللون الاصفر وهعمل عفره في النص من غير ما اجي على الاطراف، يعني بسيب الاطراف فيها جزء من الابيض، حاجه سريعه كده وايه وتشغل معايا الفراغ. انا عملت هنا زي ايه قوس تقوس فراشات من الكبير للصغير، وبعدين عملت 3 فراشات بالتلات احجام جنب بعض في حته واحده، وعملت الرش باللون الاصفر وبدي تحديده برضو سريعه كده باللون الاحمر في منتصف الفراشه على اللون الاصفر، وبسيب جزء من اللون الاصفر باين. الموضوع سهل جدا مفيهوش اي تعقيد، سهل جدا، رشات كده خفيفة. الجزئية دي بقى بتاعت الورد دوت دي اسهل بكتير لانها بالمسدس، بعمل خط وبعد كده اعمل الفلاش اللي اتعلمناه قبل كده من الفيديوهات واحدد الاماكن بتاعته، وبعد كده ببدأ اعمل رشات ورشة كبيرة في النص كأنه فلاش بالظبط، كأني برسم فلاش ولكن هعمل له غصن بحيث يشغل معايا مساحة ويغطي معايا مساحة، تمام. المساحات الفاضية هبدأ ان انا اعمل فيها دوائر وفيها نقطة، دوائر وفيها نقطة زي ايه بلورات هوا كده. موضوع سهل مش صعب خالص، حاجات بسيطة ودرس سهل، تمام. خلصت كل اللي هعمله ان انا اعمل جسم الفراشة باللون الاسود واعمل قرون الاستشعار ديت وبس يا سيدي، هو ده الدرس بتاعنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.